لهذا الطبق كنحتاجو لاصوص. هنا في لاصوص حكيت واحد البصله، جوج مطيشات وشحرتهم مزيان مع البزار والملحه، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، وفاش تشحروا مزيان زدت الكفته وتشحرات الكفته، وزدت واحد الجزره محكوكه وشويه ديال الكرافس وشحرتهم مزيان، وزدت لاصوص طوماط. هذه هي لاصوص باش غنعمروا لازانيا، لاصوص بيشاميل. نتيجة صوتها خليتها تبرد شوية، متخليوهاش تقيلة من الأول. حنا عندنا لازانيا ديالنا، أنا ما كنسلقهاش، غير طيبت الماء وحطيتها في الماء شوية واحد دقيقة صافي، وكنجبدها وكنحطها هنا في شي بلاطو هكا مفرش عليه شي زيت هكا، ما كنسلقهاش. في اناء كيدخل الفرن كندهنوا شويه ديال الزبده، كنهزوا شويه من لاصوص بيشاميل، كندهنوا بها الطبق ديالنا. كنحطو لاصوص، بهذا الشكل هذا كنحاولوا نقادوها، وكنعاودو نديرو لاصوص بيشاميل. راه بردات حيت زدت معاها شويه ديال الفرماج، بردات وهي تجمد شويه. شويه ما ننسى نعاود الطبقه ديال لازانيا، نستمروا هكا. كتجي بنينة الكغطان، كيجي بنين متشبعوش منو. زيد الطبقة ديال لابيشاميل اللي بغا يخففها كيما قلت لكم يخليها من الاول خفيفة، نزيد شوية هنايا
ونستمروا هكا حتى نديروا تقريبا 4 ديال الطبقات على حسب لاصوص اللي طيبته. تقريبا هنا غيجيوني 4 ديال الطبقات. نحاول نمسو بالجناب في الطبقة ديال القماش. دابا غندخلو للفرن على درجة 180 درجة واحد نصف ساعة ونبقى مع النتيجة النهائية.